لسه موجودين في كواليس مسلسل بنت القبائل اللي بنشوفه حصريا على شبكة تلفزيون الحياة. معايا دلوقتي ضيفة أنا بحبها جدا، مش أنا بس، ملايين بيحبوها. صوتها جميل جدا جدا، وشها زي القمر، بنت مصرية بجد، في كل بيت هي موجودة، وعلى المستوى الشخصي كمان مهذبة جدا جدا جدا. النهاردة معايا وتنورني ياسمين علي، منوراني. ربنا يخليك يا رب، إيه الكلام الحلو ده؟ أنتِ تستاهلي أكتر منه بكتير بكتير. فاطمة من العيلة بقى الفرفوشة كده، طمنينا بقى إن إحنا عاملين نشوف صراع وطار، ودي بقى العيلة بقى إيه اللطيفة كده اللي في المسلسل. عيب عليكي، وإحنا برضه نعديها، لازم برضه يبقى في صراع عادي. لا بس يعني ما بين الفرفوش وما بين اللي فيه حاجه، يعني عارفه برضو الاستاذ شاسلي فرح مش سايبنا في حالنا. لا لا صح. الصعيدي في المسلسل ده كان صعب قوي، كنت عامله فيه ايه؟ هو بالنسبه لي انا اول مره اتكلم اللهجه دي خالص، ما اعرفش، ما مش فاهمه، بس بدايتها معايا الحمد لله كانت في الغنى، فسهلت الدنيا. يعني انا لما بعوز احفظ حاجه من وانا صغيره احفظها بالغنى. ده بجد؟ حتى في المدرسه عادي. يعني انت كده كنت تقعدي مثلا تذاكري عربي، تذاكري انجلش، تذاكري اي ماده، تقعدي تسمعي، يعني دي حاجه لطيفه. الله يمسيه بالخير يا رب، وهيفرح لما اقول اسمه دلوقتي، استاذي استاذ سامي شراره اللي كان بيدرس لي عربي، عرف ان فيا الحته دي، فعمل لي كل المنهج، النحو، تخيلي النحو يحفظه لنا بالاغاني. ده انت كده كنتي حافظه النحو كله جدا. بقى انت شاطره في النحو لغايه دلوقتي بقى. جدا. فكان بيحفظ لي الموضوع ده بالاغاني، فانا اخدها بقى من يومها على كده. فالحمد لله سهلت لي اللهجه جدا ان انا غنيت الاول. فسجلنا الاغاني التترات والاغاني اللي هي جوه المسلسل 30 اغنيه، فكانت بالنسبه لي خلاص بدات اخد على اللهجه. بالظبط.